آه هو لا هو في من زمن النبي محمد يعني بدات الامور والغيره والحسد من علي بن ابي طالب والاستنكار على محمد لماذا يقدم علي بن ابي طالب ويقدم حسن الحسين ويفضل اهل بيته ويفضل بنو هاشم العموم واهل بيته اللي هم علي وفاطمه والحسن الحسين على وجه الخصوص فكانوا يعني كان كثير محمد يقول يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق لاحظ الروايات لاحظ الحديث آه علي مدينه العلم مع ان هذا حديث صحيح في في مقياس علم الحديث ومصطلح علم الحديث وعلم الرجال الحديث صحيح ومتواتر رغم انف من ينكره قوله انا انا مدينه العلم وعلي بابها فمن اراد المدينه فلياتي من بابها آه علي مني بمنزله هارون من موسى يأخذ هذه الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فلما جاء في اليوم التالي فقال هذا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وخلافه مع خالد بن وليد لما استنكر خالد بن وليد أظن على علي لأنه أخذ نصيبه نصيب يعني من الفيء كأنه أو غنائم فغضب خالد وراح اشتكى اشتكى للنبي فقال يا خالد دع لي عليا او انه يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق بمعنى هذا الكلام فكانت بدايه السنه والشيعه شيعه علي كانت من في ايام الصحابه الشيعه ايش يعني الشيعه؟ يعني يعني انصار علي بن ابي طالب، يعني جماعه علي بن ابي طالب واللي هم اعداء علي بن ابي طالب كانت موجوده في زمن النبي محمد وكان يرى ويسمع ويشاهد ويحس ويشعر بهذا العداء الموجود لعلي بن ابي طالب وكان يعني يعلم انه سوف ينقلب عليه حاول حاول ان يمنع ان يحول دون هذا الانقلاب وحاول ان يكتب ذلك الكتاب اللي هو ابن عباس الذي رواه ابن عباس وسماها الرزيه لقد كانت كل الرزيه كل الرزيه لقد كانت الرزيه كل الرزيه ما حال ما بين رسول الله وذلك الكتاب الذي كان سيكتبه لنا الذي لا نضله بعده ابدا وكانوا يعني يعتقدوا خاصة السنة خاصة الشيعة أنه أراد محمد أن يوصي يكتب كتاب وصايا يوصي به إلى علي بن أبي طالب أنه هو الخليفة ولكن أول من اعترض عمر بن الخطاب ومن مع عمر بن الخطاب أنه ما له أهجر يعني أنه أصبح يهدي ما له أهجر ورواية أنه ما له غلبه غلبه الوجع أو غلبه الوجع يعني الوجع اصبح يؤثر على عقله فلا يدري ماذا يقول فثم تجلت هذه في انقلابهم عليه وعدم مبايعته اليه وحتى اصبح اخر خليفه ثم انتهى بمقتله وحروب الناس خروجه على علي واصحاب علي وشيعته كانوا بالكوفه اللي هي كوفة للعراق الان واعداء علي بن ابي طالب كانوا في جزء منهم في البصره والجزء الاخر بالبصره المتمثله بالخوارج وفي الشام المتمثله في جماعه معاويه بن ابي سفيان وعمر بن عمرو بن العاص بني اميه عمومهم فكانوا يلعنوا علي بن ابي طالب ويسبوه ويشتموه الى اكثر من 100 سنه فاصبحت هذه يعني الموضوع الشيعه والسنه او الشيعه والروافض او الشيعه وال والنواصب منذ ذلك الوقت نعم